افتتح اليوم بالرباط أول اجتماع للجنة المديرية لمؤسسة الحسن الثاني، والتي تهدف إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة. مؤسسة طبعا تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة فيما يخص دعم الحصول على السكن بشروط تفضيلية، وكذلك التغطية الصحية التكميلية، وكذلك دعم تمدرس الأطفال والترفيه والتثقيف ثم الحج. وهذه المؤسسة طالما انتظرها نساء ورجال الصحة، لأنهم حقيقة يشتغلون أحيانا في بعض الظروف الصعبة ويستحقون منا كل التقدير والثناء. يترأس افتتاح أول اجتماع اللجنة المديرية باش نعطي الانطلاقة للأشغال والانطلاقة للاشتغال المؤسسة، مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لمهني الصحة في القطاع العمومي. هاد المؤسسة لطالما تتسنوها يعني مهني القطاع. وتضمن الاجتماع المصادقة على الميزانية الانتقالية مع وضع أسس النظام الداخلي والأساسي للمؤسسة، ويرتقب بعد اختتام هذا المجلس التحضير لاجتماع آخر سيتم من خلاله المصادقة على ميزانية 2015.